اقرأ أخي ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. كالحجارة قسوة، فإذا وعن القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعن القرآن حين لانا. فإذا وعن القرآن حين لانا. ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. إنسان هذا العصر أهمل روحه، ولم يعد في روحه إنسانا. وتائه متخبط متذبذب متردد، ولم يزل حيرانا. ابعث به روح التقى بتلاوة، تستنهض الأرواح والأبدان. وأزل هوانا ظل يلزمنا، وكل ما نمن لزم الهدى مانا. كن كالصحابة في اقتداء المصطفى، كانوا لهامات الدنا تيجانا. نهلوا من القرآن أعذ بمورد، أخلاقهم كانت هي القرآن. أخلاقهم كانت هي القرآن. اقرأ أخينا ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. اقرأ أخينا، اقرأ أخينا، اقرأ أخينا، اقرأ أخينا ورتل القرآن. رتل فإن الكون نحوك شاخص، فامنح له مما تجهد أمانا. رتل فإن قلوبنا مشتاقة، وازرع بصوتك في الجنان جنانا. وسر نهضتنا وسر وجودنا، من غيره ما أشرقت دنيانا. يا أمة القرآن سوني شرعا، واروي به كونا غدا عطشانا عطشانا. اقرأ أخينا ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا،
في أعماقنا أعماقنا الإيمان. اقرأ اقرأ وخيرا ورتل القرآن. اسمح بصوتك أسمع الأكوان. نحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.